لا تقربهم ملائكة الرحمة، أما الملائكة الكتبة الذين يكتبون وكذا وما يلفظ من قال، هذه موجودة، لكن ملائكة الرحمة لا تقربهم. هذول ثلاثة، انتبهوا لهذا الحديث. الجنب حتى يغتسل، سواء كانت هذه الجنابة من جماع أو من استمناء أو إلى آخره، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الحرام. هذا لا تقربوا الملائكة الرحمة إلا أن يقوم يغتسل. على العكس من ذلك، من بات طاهرا بات ملك في شعاره. ما هي الفائدة؟ فائدتان، فائدة عند النوم وفائدة عند اليقظة. إذا تقلب يدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وإذا استيقظ يدعو له، اللهم اغفر، اللهم ارحم. وضحت هذه؟ من بات طاهرا بات ملك في شعاره. ما قال لك في دثاره. ما هو الدثار؟ الدثار هذا التوب والشعار الفنيلة اللي تحته التي بينك وبين بدنك مباشرة. الملك يبات هنا كده في شعارك، بينك وبين ملابسك الداخلية. تتقلب يقول اللهم اغفر، اللهم ارحم. تستيقظ يقول لك اللهم اغفر، اللهم ارحم. طيب الثاني السكران، الله يعافينا وإياكم، إلى جانب ما افتعله من الحرام وأنه نظير الشرك وهو إلى آخره، أيضا من مآسي السكر ومساوئه أن الملائكة الرحمة إيش؟ لا تقربهم. والثالث المتضمخ بالخلوق، وهنا وقفة. ما هو الخلوق؟ الخلوق هي أطياب تصنع من الزعفران وغيره. طيب في مانع أن احنا يكون عند علي طيب؟ قالوا لا، لكن هذه من طيب النساء، هذا من طيب النساء، فيكره للرجل أن يتضمخ أن يتطيب به. وطيب النساء ما رؤي لونه وما خفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. فكان من هنا النهي أيها الكرام، إيش أيها الكرام الفضلاء.